ناري بدي ما تنطفي يا الأكبر والنار شي طفيها تحرق قلوب راعيها ما تنطفي يا ما تنطفي يا الأكبر نامي برغت ويتهنى يا الحققت آمالي يا ثمار قلبي وعزمة شكرا شكرا يا يوسف بارك الله فيك. نعم اقول اذا يوسف خادم الثقلين نعم خلينا نسمع منه قران الله يا بلكي نشوف امكانات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جميل جميل. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. الله. والنهار إذا جلاها. طيب. الله. احسنتم سماحة الشيخ اذا ما تضغط انا اجي اضغط ترى. لا 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 انا اريد اقول له حكايه من خلال استماعي الى تلاوته المباركه. نعم. انه اريد يتعب نفسه اكثر في مجال التلاوه. نحن بحاجه كبيره الى قراء يمتلكون هذه الموهبه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. فزع عنا سيد رفعت الصافي. زين خلي أكمل موضوعي. أستاذ محمد الحلفي معذرة سمعت الشيخ. فأنا أريدك تتعب أكثر وليدي بتعلم تلاوة القرآن الكريم. يعني تنطي حصة للتلاوة نطيها أكثر من القصيدة على إمكاناتك الإقرائية يعني. عرفت وليدي؟ أتمنى لك شكرا لسماحة الشيخ.